يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقتنا الاولى من الكوره مع سييب. الكوره مع سييب هو برنامجنا اللي باذن الله هيكون موجود على في الجول برعايه بنك سييب راعي الدوري المصري وراعي المنتخبات الوطنيه. هنتكلم بعد نهايه كل جوله من جولات الدوري المصري، هنتكلم بعد مباريات المنتخب المهمه، كلام كتير هيكون موجود في الكوره. لكن زي ما قلت لك قبل كده ان انا هبقى وش السعد عليك، لانه في كل حلقه هيكون عندنا عروض وهيكون عندنا جوائز. والنهارده بادئين معاكم واستغلالا لنجاح فكره حساب الذهب من بنك سعيد، بنعيش معاكم في السنه الثالثه، وكل شهرين هيكون في 5 بيكسبوا 2 جنيه ذهب من بنك سعيد. كمان في شهر 10 الجاي هيكون في سحب على 1,000,000 جنيه باذن الله. علشان كده عندك الفرصه لحد شهر 10 اما انك تكسب 2 جنيه ذهب كل شهرين او سحب المليون اللي بيكون موجود في شهر 10 باذن الله. النهارده هيكون الكلام عن المنتخب المصري بعد ما تصدرنا، بعد موضوع الانذارات، بعد ما تعادلنا قدام منتخب الجزائر اول المجموعه في كاس العرب ورايحين علشان نقابل المنتخب الاردني. لكن قبل اي حاجه نرحب بصديقنا العزيز اللي هيكون موجود معانا في اول 3 حلقات من كل شهر، الجولدن بوي احمد عز الدين. مساء الفل يا استاذ عز. مساء الفل، اخبارك ايه؟ 1,000,000 جنيه ها؟ وحشني والله. لينا حاجه في 1,000,000 جنيه؟ المفروض فريق العمل كله هيتوزع عليه حاجه في الاخر يعني. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. الجزائر وانذاراته وحاجه صعبة جدا، ساسبنس. أول مرة يحصل لنا كده على فكرة. ده أول مرة المنتخب المصري نشوف الموضوع ده، بس بيبين شخصية. يعني والله اتبسطت جدا إن الماتش اتحسم بتفاصيلة صغيرة زي دي، لأنها بينت أولا ادتنا إثارة رهيبة طبعا. فكرة إن احنا بنحتفل بالإنذارات دي كانت حاجة تاريخية يعني، بس كمان بينت شخصية قوية للمنتخب المصري. على فكرة هي نقلت عندي لعيبة لمصاف أعلى من اللي كانت فيه قبل الماتش. يعني بالنسبة لي برغم إن حمدي فتحي وأكرم أخدوا إنذارات، بس الشياكة بتاعتهم في قطع الكورة وإن هما ما ياخدوش الإنذار التاني طول الشوط التاني، دي كانت حاجة عايزة تسقيفة. الضغط العالي اللي عملناه شخصية خلتنا أقوى وخلتنا أقرب للجول بتاع الجزائر وخلتهم هما اللي تحت الضغط، فالشخصية دي بسطتني جدا في ماتش كان مثير. أعتقد ده اقوى ماتش احنا لعبناه صح. من كاس العالم من يعني 2019. حتى يعني مش من كاس الامم، من كاس العالم. من كاس العالم شخصيا، لان حتى في كاس الامم انا ما اظنش ان كان في ماتش بقوه ونديه الماتش مع المنتخب الجزائري. طيب هنتكلم في الامور التكتيكيه، لكن الاول تعالى نحاول نفكر شويه مع الناس. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ هل احنا جايين علشان ننافس على لقب البطوله؟ احنا جايين بنجرب لعيبه؟ احنا جايين بنجرب 4-3-3؟ كيروش داخل البطوله دي عشان يعمل ايه بالظبط؟ تقييم كارلوس كيروش اكتر حاجه في الدنيا دلوقتي مثيرة للجدل، الإجماع على إمكانيات مدير فني. بيتسو موسيماني محظوظ، بيتسو موسيماني مدرب جامد. كارتيرون محظوظ، كارتيرون مدرب جامد. كل المدربين في العالم بقى دلوقتي تحت طائلة النقد بشكل عنيف جدا. الجمهور بيبقى عايز إيه من أي مدير فني عشان نبسطها؟ الجمهور عايز فرقته عندها شخصية، عايز فرقته عندها لعيبة ممتازة تلعب حلو، عايز فريقه عنده أداء، عايز يحقق نتائج جيده صح. لو احنا بنتكلم على البطوله فاحنا موجودين فيها متاهلين اول، لو بنتكلم على الاداء فاحنا محتاجين نتحسن فيه. لو بنتكلم على الوجوه الواعده واللي قدمها المنتخب المصري في الفتره اللي فاتت تحت قياده كارلوس كيروش، فهنا في نقطه مهمه قوي. والله يا جماعه يعني معلش بالراحه كده على الراجل، هو لو جرب معانا مروان حمدي واحمد رفعت وحسين فيصل وقبل كده كان عمر مرموش ومصطفى فتحي، لو اعتبرنا يعني ان مصطفى عائد بعد فتره طويله للمنتخب، لو جرب 5 لعيبه وفشل في واحد وكسب في 4، ده هو لو كسب 2 وخسر 3 هي نفس الفكره. فتخيل بقى هو كسبان 4. فانت بتتكلم في ان تقييم الراجل في الحته بتاعت انعاش المنتخب المصري بمواهب جديده مع النتائج الجيده مع الشخصيه الجيده مع الاستمرار في البطوله 4 من 5، ناقصك بس الاداء. والاداء دايما مع اي مدير فني جديد هو عباره عن رحله، مفيش مدير فني بيجي يلعب تيكي تاكا من يوم وليله. بيب جوارديولا اخد اول ماتشين نتائجهم سلبيه مع رحلته في برشلونه. كل مدرب في العالم بيجي لاي مكان جديد بيبقى محتاج وقت، فما بالك الراجل جاي على من الدار للنار على التصفيات، وبعد التصفيات مفيش معسكرات، هو المعسكرات بتاعت التصفيات بس، فده يعتبر اول معسكر ليه يحاول يطبق فيه طرق اللعب بتاعته.
طيب هل ده معناه انه الناس اللي ما راحتش المعسكر ده اللي تم استبعادها لسبب او لاخر نجاح اللعيبه دي دلوقتي او بعضها بيخلي فيه ريسك انه اسماء كبيره زي طارق حامد زي رمضان صبحي وغيره وغيره يبقى محل شك انه ما يروحش كاس الامم، ولا في النهايه انت هنا لبلان بي اللي هو لو اضطريت ان اعمل حاجه عندي حسين فيصل عندي سين صادعين عندي مهند لاشين اقدر استعين بيهم والدنيا تمشي؟ ده معسكر هيجرب فيه لعيبه كتير قوي، في خلال التجارب دي في واحد هيفرض نفسه زي حسين فيصل. لو النهارده انا شفته في قائمه كاس الامم انا مش هستغرب. لو كان حسين فيصل تم استدعائه لكاس الامم مباشره وما كانش فيه كاس عرب عشان تالق مع سموحه كنت اتخضيت، دلوقتي مش هتخض. فبالتالي في دلوقتي فرصه عند اللعيبه دي انها تثبت نفسها وانها تقدم نفسها بشكل جيد، وبالتالي ده حاجه ممتازه. طيب ناقصنا الاداء، صح؟ هي دي الحاجه الوحيده اللي ناقصه. انا شايف الاداء ده الدور الرابع في البيت، يعني اولا القواعد، وبعد كده بعد ما حطيت الاسس بتبتدي تحط طريقه اللعب، وبعد ما بتحط طريقه اللعب بتبتدي تتعرض لخبرات مختلفه صح. لحد ما توصل للدور الرابع. فاحنا في الرحله لحد ما نوصل للدور الرابع. دلوقتي احنا مشوارنا عباره عن اختراعات لكارلوس كيروش. الاختراعات دي تقدر تشوفها في عين الناس حاجتين، ناس شايفاها تجارب وناس شايفاها تأليف. الفكره بالنسبه لي ان بما ان ده مدير فني جديد عنده اسلوب لعب احنا شاريينه احنا متعاقدين معاه وهو الاسلوب ده معروف عنه، كل المحللين في مصر عارفين ان الراجل ده بيلعب 4-3-3 او 4-1-4-1 يعني بكذا شكل، وفي جناح مهاجم بالظبط كده. فبالتالي طريقه الراجل دي معروفه، هو عايز يطبقها وعايز يجرب فيها افكار. في حاجات هتنجح زي حسين فيصل وزي غيره من اللاعبين زي عمر مرموش اللي هو اصلا مهاجم متوظف مظبوط، وفي حاجات ممكن ما تنجحش زي لحد هذه اللحظه محمد شريف ومروان حمدي، الثنائيه بتاعت ان محمد شريف هو اللي يلعب على الوينج ومروان يلعب في القلب مظبوط. الفكره عندنا ان الراجل ده طالما بيكسب وطالما بيستكشف مواهب وطالما بيبني البيت بشكل سليم فخلينا نكمل بونا لحد ما نيجي للمرحله الجاده بتاعت كاس الامم ونبتدي نحاكمه. لكن ان انا احاكم الراجل واحاكم اللاعب على كل لمسه واحاكم الراجل على كل حاجه في الملعب هي صعبه شويه، لان زي ما اتفقنا مفيش حد بيطلع بالدور الرابع على طول. لو تفتكر كابتن حسن شحاته افضل اداء لمنتخب مصر ظهر مع كابتن حسن شحاته كان سنه كام؟ 2008 بالظبط كده. بعد كام سنه بقى من تولي كابتن حسن شحاته لقياده بعد الدور الرابع بالظبط رحله. فكل منتخب في الدنيا محتاج ده او كل فريق في الدنيا محتاج ده، ما بالك بمنتخب بيتجمع على فترات قليله. فانا عشان كده مش عايز الناس تبقى بتنتقد بشكل عنيف، لان هو في مرحله التجارب مش في مرحله التاليف، ولانك شايف شواهد وعارف ان في طريقه لعب معينه يعني بالظبط. انا اقصد ان في كل الاحوال الناس اللي بتنتقد تحتفظ بانتقاداتها لان انتقاداتها سليمه، ما بقولش ان هي تتخلى عليها شوية. بس تصبر عليها لان التقييم في الكوره بيختلف بين يوم وليله. بس انت راجل مدريدي عارف ان الرابع هو الاجمل. ما انا معاك طبعا طبعا الرابع والخامس والله صحيح. طيب تعال نروح لماتش الجزائر ونشوف النقطة اللي تحول بعدها المنتخب. يعني بعد شوط أول ما كانتش الناس مبسوطة باللي بيحصل، تغييرة مهند لاشين اللي كانت غريبة في عيون البعض، لكن تحول المنتخب المصري بالنسبة لك تحول المباراة ظهر إمتى بعد أي قرار؟ مهند لاشين، دخول مهند لاشين. خلينا نقسم الماتش على فترات. المكاسب بتاعتي كانت إن في بداية المباراة انا شايف حسين فيصل منور قوي، فبالنسبه لي انا حاسس ان انا كسبت لعيب، لان هي دي الماتشات اللي بتصنع اللعيب في عينك. بمعنى ان اي حد كان سهل قبل ماتش الجزائر يقول حسين فيصل تالق عشان منتخب السودان ومنتخب لبنان اقل على سبيل المثال، انما بعد ما شافه في ماتش الجزائر هو مش هيتخض لو شاف حسين فيصل اساسي في اي ماتش مع منتخب مصر. نفس الموضوع بالنسبه لعمر مرموش، جاب جون من اول ماتش الراجل خد الثقه خلاص، لو شفته اساسي في كاس الامم مش هتنتقد كارلوس كيروش عليه. فبالتالي دي كانت المرحلة الأولى في المباراة، إن أنا حاسس إن أنا كسبت حسين فيصل. المرحلة الثانية في المباراة هي مرحلة إيه ده مش ماتش عادي. فدي بالنسبة لي كانت مرحلة مهمة جدا. في احتكاكات جامدة، في هجوم، في إقبال بنجاح. ده ماتش كبير. مش ناوي يضرب البوكس وبتاع. ده ماتش كبير. ده إحنا هنا في اختبار حقيقي، وناس كتير راحت لأن بعد الماتش قالت لك هو منتخب الجزائر ده ما طلعش بيخوف. يا راجل، ومنتخب السودان ده منتخب ضعيف ومنتخب، طب نروح نلعب في كاس امم اوروبا بس يعني. في نفس الوقت يحسب ليهم لمنتخب الجزائر انه بقوام مش اساسي قدر انه يسد معاك النظريه العكسيه بقى 100%. هو انت بتتكلم في ان منتخب الجزائر منتخب مش ده المنتخب الاساسي بس ده منتخب قوي بالظبط، وانت منتخب مصر مش ده المنتخب الاساسي بس ده منتخب قوي. زي ما هم عندهم نقص في عدد كبير من اللعيبه، فاحنا مش العدد مش قليل بالمناسبه. يعني تريزيجيه ده ما نقص، ونيني نقص،
وعمر مرموش ناقص ومصطفى محمد ناقص وقبلهم كلهم محمد صلاح. صحيح. فبالتالي بتتكلم في ان كتبتك الهجوميه بالكامل مش موجوده. على سبيل المثال كاس الامم مين اللي هيلعب الثلاثه اللي قدام؟ هم دول محمد صلاح ومصطفى محمد تريزيجي، ولو واحد رابع هيبقى مرموش. وبالتالي انت بتتكلم في ان كتبتك الهجوميه كلها مش موجوده، زي ما سعيد بن رحمه مش موجود، وزي ما رياض محرز مش موجود، بن ناصر وعنده واسماعيل بن ناصر في وسط الملعب. فانت بتتكلم هنا في ان انا اقصد المباراه النقله الثانيه بتاعتها كانت نقله الشخصيه، النقله الاولانيه كانت نقله اختبار اللاعبين اللي بجد بيختبره ثم الشخصيه. نجح حسين فيصل، اخفق مروان حمدي، دخلنا في مرحله الشخصيه. ده الماتش تقيل. لما الماتش بقى تقيل بالنسبه لي كنت خايف منتخب مصر يستقبل اهداف اكتر، كنت خايف المنتخب المصري ما يكونش قد الحدث. هنا نتنقل في عيني اكرم توفيق وحمدي فتحي للنقطه ثانيه خالص، مكانه ثانيه خالص، ثم مرحله السوليه بعد كده. بالظبط كده. بتيجي بقى على النقطه الثالثه، الماتش عقرب، اثنين اصابات، جون، انذار في الثاني، الماتش عقرب، ودلوقتي انت في حاله انعدام وزن. الراجل اللي على الدكه ده بيعمل ايه؟ اي حد بيشوفه، دي بالنسبه لي الحته اللي غيرت عيني في كارلوس كيروش. اي حد ممكن يشوف كارلوس كيروش مصر على 4-3-3، مصر على محمد شريف على الجناح، يقول الراجل ده عينه دي. والعند في الاخر لو الراجل مصر يطبق افكاره على جثه النتائج، على جثه الاداء، هنا عندنا مشكله معاه. لكن انا فجاه لقيته محمد شريف دخل قال مهند لاشين نزل. مهند لاشين نزوله هو تغيير ال 4-3-3. مظبوط. بقى بيلعب باثنين ارتكاز صراحه جنب بعض، واما قدم عمرو السوليه قدام. في شكل الثلاثة، يعني المرونة في شكل الثلاثة. بالظبط كده. الفكرة هنا نجاح كبير جدا ليا في قراية المشهد، قراية الماتش. خروج بغداد بنجاح أثر، بس ما تنساش إن أنت كمان عندك أيمن أشرف خرج وأحمد حجازي خرج، بمعنى إن أحمد ياسين اللي جاي من البنك الأهلي ده يعني لاعب أنت دفعت بيه وهي مغامرة كبيرة جدا، وبغداد بنجاح خرج. فهي موازنة بعضها، علشان ناس كتير بتقول لك لولا إن بغداد بنجاح خرج كان الماتش اختلف. ايوه صح، بس لولا كمان ان احمد حجازي خرج طبعا كان الماتش اختلف. وفي كلا الحالتين فرص المباراه كانت قليله، سواء بالزبط. عندك او عندهم. بالظبط. الفكره بقى بتاعت مهند لاشين دي مهمه جدا. خلينا نقرا شويه في احصائيات الماتش. يلا. دلوقتي المنتخب المصري في المباراه دي قطع الكوره في الثلث الامامي بتاع منتخب الجزائر 20 مره مقابل 11 مره للجزائر. ده فرق كبير في الشخصيه. اولا ده تقدم للخط بتاعك. طب هو الخط الامامي بتاعك اتقدم ليه؟ عشان بقى في مهند لاشين واقف جنب حمدي فتحي. مظبوط. ما هو لو واحد بس اللي واقف هيبقى اللعيبه عايزه تقرب له عشان تحميه من الهجمات المرتده بتاعت الجزائر. ان موجود اثنين على على الدايره زي مهند لاشين وحمدي ادى حريه للباقي يضغط. الضغط خلى اللي فوق مرتاح وخلى السوليه يزيد براحته. وخلى الضغط الامامي بتاعنا بيخلينا احنا مش بنلعب كوره جميله، ادائنا مش حلو، بس اللي متحكم في الامور انت. وبالتالي دي ليها ثمن كبير في الكوره. فدي كانت نقطه. طيب منتخب مصر قطع الكوره 101 مره مقابل 95 حلو للمنتخب الجزائري. حمدي فتحي كان نجم وسط الملعب صح؟ مظبوط. قطع الكوره 10 مرات. مهند لاشين اللي لعب اقل كثيرا من حمدي فتحي قطع الكوره كم مره؟ 7. رقم قريب. ده بيبين ان كان ليه تاثير فعلي على الملعب. الناس دايما لما بتشوف ارتكاز نازل تحس ان المدرب ده مدرب دفاعي، ان الراجل ده مش عايز يهاجم، ان يا عم ما تنزل رفعت ونزل حلو. رفعت ومصطفى فتحي وحسين فيصل ومحمد شريف هما رباعي يدوك كره هجوميه جيده جدا جدا، ويدوك اداء افضل كثيرا من اللي احنا شفناه لمنتخب مصر امام الجزائر. بس مين ما يدافعوش؟ هما دول. بالظبط كده. اولا ده معناها ان احمد رفعت ومصطفى فتحي لازم يرتدوا يدافعوا، لان انت ما بتلعبش منتخب السودان. اخبارهم ايه في الدفاع؟ طيب عدد الفرص اللي هتاخدها بالضغط على الخصم من احمد رفعت اللي هو قليل القدره على الضغط. مظبوط. ومصطفى فتحي اللي هو في الاول وفي الاخر جسمانيا مش بالقوه الكافيه لممارسه الضغط ده. ايه؟ فانت هنا لازم توزن ان في حاجه قصاد حاجه. صحيح الاداء الهجومي كان هيبقى احسن، انا مش مختلف مع كل اللي بيقولوا كده، بس ما كنتش هتحكم في الماتش بالشكل اللي انا اتحكمت فيه ده لولا وجود مهند. انا خليت المنتخب الجزائري راجع لورا، وده ليه تمن. وبالذات كمان ان التوليفه اللي انت بتتكلم عنها دي، احنا مش في ماتش بلاي ستيشن. المجموعه دي محتاجه وقت عشان تعمل بينهم التيكي تاكا اللي ما بتخسرش فيها كوره غير لما تطلع اوت. صحيح. فانا شفت ان قراره بوجود مهند لاشين ما كانش قرار دفاعي، ده قرار خلانا نحكم ارض الملعب، ووصلنا في الاخر لان احنا كنا الاقوى في المباراه.
طيب، نجوم كتير تألقوا من صفوف المنتخب المصري على مدار التسعين دقيقة، لكن مين التوب 3 ومين كان سوبر هيرو المباراة؟ بعد الفاصل نكمل كلام معاكم، خليكم معانا. ما بين المتألقين في صفوف المنتخب المصري مين كانوا أهم ثلاثة، ولو رتبناهم علشان نختار السوبر هيرو هيبقى مين؟ صعبة شوية؟ صعبة كتير. عندنا فتوح ابتدى يبقى ليه شكل ممتاز في منتخب مصر. عندنا الوينش روح غير طبيعية بصراحة في أرض الملعب، لما ضيع الكرة وقعد يخبط على الأرض، لا يعني اللي هو الواحد حس إن يا جماعة لا بقى لازم نكسب دلوقتي حالا وبتاع. فعندنا أسماء كتيرة، بس أنا بالنسبة لي زي ما اتفقت معاك أكرم توفيق رقم ثلاثة. الناس كتير عمالة تتكلم على إن ما ينفعش تعيد توظيف اللعيبة، يا كيروش، وأكرم متوظف بالظبط كده. أيمن أشرف ده حل سحري، مش بس توظف. أيوه أيمن أشرف بيتقال له أنت إزاي بتلعب ارتكاز، ما هو أنت مكانك قلب دفاع. لا على فكرة مكانه مش قلب دفاع، ده مكانه بكلف بالظبط كده. فقصدي هي أساساً في لعيبة كتيرة متوظفة. المهم إن أكرم رغم إن هو متوظف، بس هو كان الإجابة النموذجية للكرة المصرية. هو عمل كده زي دخلة أحمد فتحي علينا، انه الراجل اللي هو خلاص مش هدور على حد تاني خلاص. واكرم يمكن هو في الماتش شويه جات له الثقه عاليه جدا بعد الترقيصه السبعيه اللي عملها، فكررها تاني فعملت مشكله. بس هو حقيقي انا بحسه والانذار كمان عطله شويه، يعني طبعا بقى خايف بقى بعد كده انه يحصل حاجه. بس هو حقيقي بالنسبه لي اولا كورته اتحسنت جدا، هو تحس انه كان بيلعب خماسي زمان، فباينه في ادائه، فمساعداه انه يبين نفسه كباك يمين كمان عنده حلول. وكارلوس كيروش وتحديدا اضاف له الدخول للعمق بدليل الجول اللي جابه من اسيست صلاح. فبتتكلم في انه اصبح مش متوظف، ده مالي عيني قوي يعني، ده خلاص ده هو ده باك يمين منتخب مالي المكان واتطور وما عندوش ديفوهات واضحه يعني. وبعد الانذار انا قلت هنبتدي بقى القلق، ما كانش فيه اي قلق. صح. تاني رقم 2 حسين فيصل. الراجل لف في الملعب. وانت بتتكلم على ان لاعب اصلا تفتكر يعني تحس كده ان المنطق الماتش دخل في الشوط الاولاني في اخره الماتش اجريسيف، ماتش عنيف، وماتش ند فيه قوي جدا، وماتش الكوره بتقف فيه كتير قوي، 5 دقايق وقت بدل ضايع في كل شوط. فانت تحس ان الماتش ده مش بتاع لعيب صغير انا بجربه. فالمنطق بيقول اول تغييره تبقى حسين فيصل، المنطق بتاع واحد ما شافش لمسات حسين فيصل في الشوط الاول، لكن لان لمساته كانت مبهره فالراجل ابتدى وكمل بيه. ومش بس كده، محمد شريف عنده ازمه في استلام الكره ناحيه الشمال، هم قاريينه قوي فعاملين عليه رقابه مان تو مان، اما ودي له حسين فيصل ناحيه الشمال فكله الرقابه خالص وعمل التشبايه الحلوه قوي اللي عملها دي. وسط الملعب راح مننا، اما دخل حسين فيصل في القلب، اما جمع لنا الكوره وموقفنا على رجلنا. مصطفى فتحي بيلعب من ناحيه اليمين بعيد قوي، فبيرقص كتير قوي فبتتقطع منه الكره في الاخر، اما وديه مين ومدخل مصطفى فتحي للقلب. الراجل حللنا كل حاجه لدرجه انه في الاخر قال له بقول لك ايه، تعرف بقى راس حربه بالظبط كده نجربك مهاجم. كان رجع كان ايمن اشرف لو كان خرج من بدري. ما هو يعني. ما هو وهو بيلعب مهاجم ابتديت باين عليه الاعياء تماما، الراجل ما بقاش قادر يضغط. بس جت كوره في اخر الماتش لو الناس اتفرجت تاني قام ضارب سبرنت علشان عنده القلب بتاع ان لا ده ماتش منتخب مصر خلاص ده الماتش بتاعي بالظبط يعني كده، يعني انا كويس بالاول للاخر والراجل مديني ثقه فاعمل بقى اللي انت عايزه بالظبط كده. فبتتكلم في كل المعطيات الممتازه. لو كان سريع بس سنه، مشكله ان السرعه لا تكتسب. بس الميزه الكبيره فيه ان مهارته وقراراته وشخصيته قادرين يدوله كتير قوي من الحلول ويساعدوه ان هو ما يبينش فكره ان هو في السبرنتات مش اسرع لاعب في ارض الملعب، ومدي لك حل ان انت ده لعيب انت هتحتاجه في جزء من اجزاء المباراه مهما حصل. يعني 29 كوره استلمهم بشكل صحيح، 97% دقه الاستلام بتاعته. 97% قدام منتخب الجزائر في ماتش عنيف وانت بتغير مركزك كل 5 دقائق في الملعب، دي حاجه بتبين الشخصيه كبيره. 6 ترقيصات 6 مراوغات منهم 60% صح، دي حاجة ممتازة قدام منتخب زي منتخب الجزائر. زي ما قلت لك كده في لعيبة اللي هو ده جاي من البنك الأهلي بيلعب منتخب الجزائر وبيمسك بغداد بنجاح فجأة، ده جاي يلعب على الياس شتي، وده بيلعب من سموحة وفجأة لقى نفسه في ماتش قدام منتخب الجزائر والماتش فاير والجمهور ما عندناش لسه الأعداد دي كانت طبعاً كمان. فبتتكلم في إن شخصيته بصراحة
كانت مخلياني محتار اذا كان هو رقم 2 ولا رقم 1. بس بامانه حمدي يستاهل يبقى رقم 1، ما فيهاش كلام. حمدي ما فيهاش كلام، الراجل اولا من القاض ده انا ما يعني مفتقد ومن زمان. الفكره بتاعت الراجل عمل 4 تاكلز، يعني نزل على الارض 4 مرات، الاربع مرات خد الكره صح من غير فاولات. على فكره كمان في فاول اتحسب عليه، ما كانش فيه اي فاول، وكان فيه انذار جدا فيه وبتاعه بالظبط، وكان فيه انذار. الحميه، الشياكه، الكره الحلوه، رؤيه الملعب، الحركه الصح، كل حاجه اتعملت 10 على 10. الراجل ده نقل نفسه في حته ثانيه، سواء مع الاهلي كحل تكتيكي، بس كمان مع منتخب مصر كليدر. خد بالك ان القاده مش بس بيتخلقوا بان هم بيوجهوا اللعيبه، هم بيتخلقوا من الـ من الـ 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 الصوت، الموقف الصعب كمان، ان انت راجل في الموقف الصعب بالظبط، والنفره اللي بتخلي الكل ينفر. يعني لما تشوف حمدي فتحي بيعمل السبرنت ده وبينزل على الارض وبيجيب الكوره، اللي حواليه في الملعب كله بينفر، كله بيفوق، هو كمان كله بيحس ان الماتش كبير وان الراجل ده مثال. خد بالك انت كمان بتفرض على مين، يعني انت في الاهلي خليت المنافسه مع ديانج والسوليه محسومه لصالحك انت مبدئيا، يعني دي برضو واحده من النقط المهمه، انه في 2 كان هو ثابت مع المنتخب، انت بعت طارق لانك عندك الثقه فيه، فهو دخل تحدي على مركزه في الاهلي او في المنتخب اصعب ما يكون 100%. ديانج والسوليه عوامل ثابته، وانت صغير، وانت الراجل اللي جاي، يعني جاي لسه بتكتمل. وهي دي النظريه، ان اللي يتفرج على حمدي فتحي يشوف فيه من زمان، يشوف فيه امارات لعيب كبير، بس هو مش حمدي فتحي بتاع دلوقتي. صح. اللي يشوف عمرو السوليه يقول فيه امارات لعيب كبير، بس ده مش عمرو السوليه بتاع دلوقتي، هي رحله لازم نصبر على لعيبتنا علشان خاطر في النهايه الانتقاد العنيف على كل لمسه مش هيوصل اللعيبه دي لحته. طيب هي رحله ومحطتها الجايه مع المنتخب الاردني، يا ترى هنرجع لتشكيل زمان ولا تشكيل دلوقتي؟ مين يكمل مين ما يكملش؟ دي فقرتنا الجايه اللي هتكون موجوده معاكم. مباراة المنتخب المصري مع المنتخب الأردني والتشكيل المتوقع، هتروح لمين وتسيب مين؟ ده السؤال الموجود دلوقتي. ايه الأخبار؟ الموضوع صعب شوية، لأن أنت عندك خطين عايز تمشي فيهم في نفس الوقت. أنا عايز أجرب عشان كأس الأمم، في نفس الوقت لازم أكسب. اللي أنا بقصده إن أنا عايز أجرب، دي ممكن تودينا لأن أنا عايز أشوف زيزو مرة تانية أكتر، ممكن تودينا إن أنا عايز أشوف طريقة مختلفة للتحركات مع بعض. عايز اكسب، احس ان هي اقرب للمفترض، لان مش الماتش، مش المنظر اللي ختمت بيه، بس شبه جزء منه، بمعنى مصطفى فتحي، حسين فيصل، ومحمد شريف مهاجم مش مروان، لان انا هنا بقى مش عايز اضيع وقت اكتر في التجارب، انا عايز اكسب. انما لو انا عايز اجرب ممكن اقول لمروان عاش كمان ماتش وهكذا، لكن الافضل انه ارجع بقى بشريف لقواعده بالظبط كده، عشان انا كمان عايز اجرب شريف كمهاجم. محمد شريف لعب صحيح الشوط الثاني قدام الجزائر كمهاجم، ولعب في مباراه لبنان جزء منها كمهاجم، بس انا لحد دلوقتي لسه ما دخلتش محمد شريف الماتش بالتحركات بتاعت مهاجم. انا فاهم انه عايز يجربه كوينج ليفت عشان هو عايز جناح اشبه بليفربول زي ساديو ماني وصلاح، الاثنين دايما جوه ارض الملعب، بس ما هي ما نجحتش مره والثانيه، ما تيجي نجرب محمد شريف، ما تسمع كلامنا النهارده يعني، فاهم؟ ما تاخد وتدي كده. فلو لعب لو لعب محمد شريف كمهاجم ده بالنسبه لي انا انسب، وحسين فيصل يكون موجود، ومصطفى فتحي يكون موجود، او احمد رفعت يكون موجود علشان يريح واحد من الناس اللي برضو استنزفت في مباراه الجزائر، ما عنديش مانع. والمباراه تستحمل نسبيا، مباراه الاردن تستحمل نسبيا 100%. عندي يبقى نختار، انت عايز شريف، عايز حسين فيصل، عايز رفعت، وعايز مجدي قفشه كويس، وعايز حمدي فتحي، وعايز عمرو السوليه تمام، و ياسين كده كده خلاص في الدفاع، لو حجازي ما لحقش، لو حجازي ما لحقش كويس جنب الونش، او لو ايمن اشرف موجود يلعب مدافع، يعني لو ايمن اشرف متاح انا مش عايزه يلعب ارتكاز في الماتش ده، انا محتاجه مدافع بدل ياسين كويس، لكن لو مش متاح يبقى خلاص انت هتكمل تجربه ياسين مع الونش، هو كمال يرجع من تاني، ما هو مفيش باك يمين تاني، فانت ما عندكش حلول كتير يعني. فعمر كمال، وبالمناسبه دي مهمه،
لان في كاس امم افريقيا هو السبق ما بين عمر كمال واحمد فتحي. صح. واحد بيدافع احسن بكتير، واحد بيهاجم اكثر قدره او زيزو هجوم بسبب حلو السرعة. برضو ما زيزو ما فيش استخدام خالص لزيزو كتجربه لناحيه يعني قصدي انه كباك يمين لعبها قبل كده في وقت من الاوقات، يعني عمر كمال اصلا مش باك يمين فهي نفس أيوة الموضوع. صح 100% ممكن اتفق معاك، ولو ان يعني زيزو لما كان بيلعب باك يمين ما كانش بيطلب منه يعمل اي ادوار دفاعيه. عمر كمال بيتوظف صحيح باك يمين اكتر عددا في المباريات بما يمنحه القدره على ولو ان انا في كاس الامم باخد احمد فتحي ولا ده لان بالنسبه لي الخبره بتاعت احمد فتحي كبيره والنواحي الهجوميه ممكن تيجي بحلول كتير، انما الجزء الدفاعي والشق الدفاعي مهم. المهم ان انا بالنسبه لي عمر كمال يلعب ماتش الاردن لانه هيتحط برضه تحت اختبارات كتير في الهجمات المرتده وبالتالي هو يقدر يقيمه اكتر فيما يخص الجوانب الدفاعيه. وطبعا الشناوي وفتوح وكده التشكيله الخاصه بالمنتخب المصري بالظبط كده، واشوف زيزو في الشوط الثاني. اخر سؤال عندي، كيروش من ساعه ما استلم لحد النهارده كام من 10؟ اديله 7 من 10، بس اعتقد ان 7 من 10 دي في التوقيت ده بالرحله القصيره اللي قطعها دي ممتازه. نورتنا يا جولدن بوي، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك. بإذن الله عايز نكمل معانا، هيكون موجود معانا في أول 3 حلقات من الشهر، بنختار مين السوبر هيرو أو أحسن لعيب في كل جولة، وفي آخر حلقة من الشهر هيكون موجود معانا واحد من ضيوفنا اللي هنحسم معاه مين رجل الشهر أو لاعب الشهر، سواء له علاقة بقى بالأندية والدوري شغال أو المنتخب المصري وما إلى ذلك. بنفكرك قبل الختام بأن احنا عندنا حاجتين عايزين نكسبهم لك. أول حاجة تيشرتات خاصة لأول 5 هيتوقعوا نتيجة مباراة منتخب مصر مع منتخب الأردن تحت في الكومنتات. والحاجة التانية بفكرك بحساب الذهب، ان كل شهرين في 5 بيكسبوا 2 جنيه ذهب، وبيكون في شهر 10 الجاي سحب على 1,000,000 جنيه. دايما اللعيب لعيب مع بنك سعيد، واستنونا الحلقه الجايه.